بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في نفس المكان ده. قلت لك امبارح ان برشلونه ما عندهاش فرص كتير ان هي تعمل نتيجه ايجابيه قدام بايرن ميونخ، وقلت لك الاسباب كلها بالطول والعرض ما عندناش اي فرصه قدام بايرن ميونخ، امكانياتنا ما تسمحلناش ان احنا نعمل ماتش كويس قدام بايرن ميونخ. وفعلا حصل، ونزلنا الملعب كان منظرنا سيء جدا، وبنلعب 3 5 2 علشان خاطر نعمل وجبات دفاعيه اكتر ونعتمد على المرتدات بسرعات سيرجيو روبرتو ناحيه اليمين وناحيه الشمال جوردي ألبا، وقدامهم لوك دي يونج. لا عارف بقى ايه اللي كان ممتع اكتر؟ لما رئيس النادي بتاعنا المحترم جدا يطلع لك ايه، لسه لدينا حسابات لم تغلق مع بايرن ميونخ، اللي هو انت بتقول ايه، انت بتقول ايه وبتنيل ايه؟ ده الناس كلها كانت ماشيه معاك في الماركاتو بمبدا المحاسبين، النادي عمل ايه والنادي سوى ايه، وهارونا تطبيل ليك. وفي الاخر الناس شافت الفرقه جوه الملعب النهارده بعد الماركاتو العظيم اللي انت عملته. لما كنا بنتكلم على حته ان ايريك جارسيا واحد من اسوأ المدافعين اللي كانوا موجودين في مانشستر سيتي، ناس كتير قالت لك لا هيجي برشلونه يكسر الدنيا. يا جماعه ايريك جارسيا لعيب على قده جدا، يقول لك لا لا يا باشا ده خريج لاماسيا والواد اسباني وزي الفل. طيب انا مشكلتي بقى في ايه بقى النهارده؟ ما اتغلبت عادي، مشكلتي ان ما اتغلبش قدام بايرن ميونخ، لا عادي ان احنا بنتغلب قدام بايرن ميونخ. مشكلتي بقى في ايه؟ بنلعب 3 5 2 وبنعتمد في نص الملعب على بوسكيتس، اللي في الماتشات الكبيره دايما ببقى نفسي افهم ليه بوسكيتس بيلعب 60 او 70 دقيقه ولازم يتغير بعد ما تخرب خالص، وجنبه فرانكي ديونج اللي بيتوه جنب بوسكيتس وبدري. تخيل انت انك بتلعب 3 في نص الملعب وجمال موسيرا وتوماس مولر بيستلموا براحتهم قوي ما بين المساحات الفاضيه ما بين نص ملعبنا وخط دفاعنا، اللي هو يا جماعه احنا مش بنلعب بثلاثه في نص الملعب علشان خاطر ما نعملش مساحات، لا من المساحات موجوده. طب ايه فين الثلاثه الشفافين بقى اللي كانوا موجودين؟ احنا بنلعب 3 1 4 2، يعني مفترض الواحد ده سيرجيو بوسكيتس يكون هو اللي واقف كده قدام الاثنين مساكين، او الثلاث مدافعين بتوعنا سواء بيكيه او اروخو او ايريك جارسيا يكون واقف كده قدامهم بوسكيتس. بوسكيتس رايح فين بقى؟ يعني احنا شايفين ان مولر شمال ويمين بيستلم وحتى في العمق بيستلم، طيب فين بقى بيدري وفين بقى فرانك ديونج؟ كلهم ضاعوا يا باشا، خلاص الماتش اكبر منهم بكتير، احنا خلاص فرقه ننزل كده في الدوري الاسباني نعمل سيطره ونعمل وان سايد جيم على الفرقه التعبانه، انما الماتشات الكبيره مش بتاعتنا يا باشا، الموضوع صعب جدا، الفرقه مفيش امكانيات ضايعه خالص. بنلعب قدام بايرن ميونخ، المدافع اللي زي ما قلت لك اسطوري بيدي ظهره والكره بتخبط فيه وبتخش جول. ده احنا لما بدانا الماتش اول خمس دقايق كنا متماسكين شويه، وجوردي ألبا بيعمل كروسات ما حدش عارف هو بيعملها لمين، بس قلنا والله لوك ديونج جوه اهو، تروح جايه سيرجيو روبرتو. سيرجيو روبرتو بالمناسبه في حاجه حلوه قوي عايز اقولها لك بعد الهزيمه النهارده 3-0 والمستوى الخرافي اللي شفناه لسيرجيو روبرتو. السيد خوان لابورتو كان بيتكلم امبارح انه وصل لتسويه مع الاسطوره سيرجيو روبرتو انه هيجدد بعد الماتش النهارده. تخيل سيرجيو روبرتو اللي عمل ماتش زي الزفت ده وواحد من اسباب الهزيمه هيجدد النهارده بعد الماتش. اقول لك ايه تاني؟ اقول لك ايه يعني المفترض ان احنا عندنا اداره عامله مشروع رياضي وبسم الله ما شاء الله مودينا النفق مظلم، مدير فني واقف على الخط، الفريق مش حاضر ذهنيا ولا تكتيكيا ولا بدنيا، انما انت شغلتك ايه في ام الفرقه؟ انا مش فاهم. الفرقه بتلعب ب 3 5 2 زي ما بكرر لك للمره الخامسه، وبسم الله ما شاء الله ما بنعرفش ندافع، وعندنا مشكله في التحولات الهجوميه علشان خاطر لوك دي يونج ما حدش عارف هو مين اللي اساسا اوحى فكره ان هو يتم ضمه للفريق. ورامين كل حاجه على منفس ديباي، بس انا عجبني بصراحه، عجبني جدا كومان في الشوط الثاني بعد ما شاف ان هي خلاص خربت بقى وبايرن ميونخ سجل الهدف الثاني. بصوا ما تيجي ننزل الشباب، يعني بوسكيتس خرابه اهو خرابه اهو، يطلع بقى للدقيقه 70 وننزل مكانه جافي والولد كويس، ونطلع ايريك جارسيا وننزل مكانه منجويزا. وبصوا يا جماعه احنا مش هنلعب 3 5 2 دي، يا هنلعب 5 4 1 تمام، نلعب 5 4 هي كده كده 2 0 وخلاص خربت، العب 5 4 1 وعك زي ما انت عايز تعك. طب هطلع لوك ديونج علشان تعبان وضعيف شويه وانا مش عارف مين اللي جابه برشلونه برغم ان انا كنت بلعب على امكانياته، وهنزل كوتينيو وهطلع مين تاني؟ هنزل يوسف ديمير مكان سيرجيو روبرتو اللي هنجدد له بعد الماتش. تمام الفرقه بدات تنطق، بدات تنطق كمان بعد جوردي ألبا ما طلع ونزل مكانه أليخاندرو بليدا. ده بدأنا نشوف إن الفرقة بدأت يعني في سرعة بدأت تكون موجودة في الملعب كده، يعني أنت نزلت شباب عشان خاطر تقول إن أنا بدي فرصة للشباب، الشباب دول قدموا فعلا أداء جيد، ما قدموش اللعيبة الخبرات اللي هما بنتحايل عليهم يخفضوا مرتباتهم ومش راضيين. خلاص بقى 2-0 قاعدين ساكتين كالعادة، كرة بتخبط في العارضة
قلت اتطرد بيجيبها لفاندوفسكي، بيفكرني بالجول التاني المضحك اللي هو اروخو ماسك لفاندوفسكي وجمال موسيلا نازل مستلم في الحته اللي هي مفترض بيكون بيغطيها بوسكيتس زي ما قاعدين بيتكلم كده. موسيلا شاط جت في العارضه ردت لليفا اللي اروخو ماسكه وجاب جون، بعد كده اروخو بيقول لك اوف سايد. سايد ايه؟ انت مش عارف انت واقف فين ولا بص هو الموضوع متعب، الموضوع متعب ومرهق جدا، بس احنا كنا عارفين كده وما اتفاجئناش. تخيل بقى لو اتفاجئنا، يعني انا جاي عارف ان برشلونه هيقدم اداء سيء وهيتغلب قدام بايرن ميونخ، بس بصراحه السوق اللي كان في الملعب النهارده اكتر بكتير جدا من اللي توقعته، وتخيلت ان برشلونه هيكون سيء لدرجه معينه، لقيت ان برشلونه سيء جدا 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 لكل الدرجات. الوضع متعب والله يا صاحبي، بس هنعمل ايه؟ تشجيع برشلونه علينا حق، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي، مع ان اللي جاي كده فيه سرداب ضلمه بس في نور كده جاي من بعيد، ممكن يكون واحد بيشتغلنا بمصباح ضوء بايظ اساسا وعمال يفصل ويفتح معاه، بس يلا ان شاء الله خير. والله كريم يا عزيزي، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش عادي يا معلم، ما جاتش على الفيديو ده، ما عجبكش كده كده خربانه السنه دي.